إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. اليوم 18 كانون الأول ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. سر اتخاذ هذا اليوم كيوم عالمي للغة العربية هو إدراج هذه اللغة ضمن الأمم المتحدة كأحد اللغات الست المعتمدة والمعمول فيها ضمن الجمعية العمومية للأمم المتحدة. نحن عايشين في أوروبا وفي السويد أمام معضلة نسيان اللغة العربية وضعفها وعدم تعلم اللغة الجديدة اللي نحن عم نتعلمها وساكنين فيها، وخصوصا تنقلب المعادلة بالأجيال القادمة حيث يفقد اللغة العربية كليا وتقوى عنده اللغة السويدية. بالسويد ما في إحصاءات حكومية رسمية، ولكن في مؤسسات وفي بعض الدراسات الخاصة أنه عدد الناطقين باللغة العربية تجاوز 400,000 إلى 500,000 شخص ناطق باللغة العربية، وهالشي بيجعل اللغة العربية هي في المرتبة الأولى من لغة الأقليات، تجاوزت بذلك اللغة الفنلندية اللي كانت سابقا متصدرة. في السويد في مجال لتدريس اللغة الأم اللغة العربية وغيرها من اللغات للمهاجرين في المدارس الرسمية، بيقدم ولي الأمر طلب لأنه أبنائه يدرسوا هذا الأمر، وهي مودسمولز أندرفيسنينغ أو هامسبروكس أندرفيسنينغ. في السويد أيضا في الجامعات هناك مادة اللغة العربية، الممكن اللي حابب يتخصص فيها بيقدم بيحصل على النقاط الجامعية المطلوبة في مستويات متعددة. في مناسبة اليوم العالمي للغة العربية أدعو الناطقين باللغة العربية إلى تنمية مهاراتهم، لأنه هذا الشيء هو مفتاح حقيقة لنقل وتبادل الثقافات، واللي عنده أكثر من مصدر لغوي هذا بينعكس على قدرته على الجمع بين الثقافات وتبحره وسعته في الحصول على معلومات أكثر. بالتوفيق للجميع، وتحية من السويد للناطقين باللغة العربية في كل مكان.